لكن خلينا سريعا اروح لزميلي العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي المتواجد في مطار القاهره في هذه اللحظات لاستقبال بعثه فريق النادي الاهلي عشان يقول لنا كل الاجواء اللي هناك. يا فاروق صباح الفل عليك. صباح الانتظار يا امير، صباح الفل عليك يا امير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مبروك يا امير، قطعنا خطوه كبيره، شوط اول انتهى. انا هاخد من كلامك كلمه جميله جدا انت قلتها يا امير، احنا مش بننقل اجواء احتفاليه ولا بنبالغ ولا بنفرط الفرحه، لا احنا قطعنا شوط اول. وزي ما بقول لك في الوقت اللي انا بكلمك فيه دلوقتي، مسؤولي النقل الرسمي للنادي الاهلي قناه النادي الاهلي اير كايرو استقبل بعثه النادي الاهلي بالورود في مطار القاهره وفي صاله كبار. هم اعلنوا على ان هيبقى في استقبال جيد للاهلي في الحقيقه، هم الناس قايمين بدورهم بشكل اكثر من رائع بصراحه. تقدر تقول يا امير استقبال يليق فعلا بمسؤول بالنادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي، ايضا يليق بمسؤولي شركه اير كايرو على حفاوه الاستقبال واستقبال النادي الاهلي في صاله كبار الزوار. في الوقت اللي انا بكلمك فيه دلوقتي امير وفد لاعبي النادي الاهلي، يعني انا قدامي احمد الشيخ وقدامي اليو بادجي وقدامي هل ينفع ناخد مداخله مع حد فيهم يا فاروق لو تقدر؟ يعني يا امير احاول ان احنا اجيب لك يعني احد اللاعبين. هنكون يعني معاك برضو امير، يعني امير اتفضل اتفضل يا فاروق اتفضل. معايا مروان امير. مروان يا ريت. مروان امير عايز يبارك لك يا امير. يا امير محمد ايمن اشرف واحد من نجوم اللقاء ونجوم طبعا طبعا طبعا، وايضا محمد هاني كان واحد من اللعيبه اللي قعدت. عايز اقول لك برضه امير يعني طيب باين على اللاعبين حاله التركيز عند لعيبه النادي الاهلي واللعيبه كلها امير برضه مركزه في المباراه، وده امر مهم. ده امر مهم في الحقيقه ان هم يفضلوا مركزين، ولان لسه ما اتحسمش التاهل في الحقيقه، ودي سمه اساسيه عند لاعبي النادي الاهلي وعند الجهاز الفني. انت بتلعب لسه البطوله ما خلصتش، ما خدتش اللقب، انت لسه عندك مباراه الاياب يعني. بالظبط يا امير، وده ده الهدف اللي عند لعيبه النادي الاهلي، ان لعيبه النادي الاهلي مركزه ان هي ان شاء الله تنهي الشوط الثاني ان شاء الله بنفس الاداء بنفس القوه. احمد الشيخ يا امير عايزين نبارك له او يعني في بعض التعليمات يا امير للكابتن، اكيد بنحترمها وبنقدرها جدا من الحديث ومن الكلام. كويس ده برضو امير جزء من عدم الافراط في الفرحه، وان احنا ما نوصلش للاعبين برضو، ودي رساله مهمه جدا على يا امير من سواء الكابتن خطيب او من الكابتن سيد عبد الحفيظ للاعبين، ان الامر ما انتهاش. كره القدم فيها كتير، وان انا اكون كسبان خارج ملعبي بهدفين برضو النتيجه برضو لا لسه عندي شوط ثاني، ودي نقطه مهمه. وانت معايا يا فاروق بس خليني اقول لجمهور الاهلي ان دي لقطات وصول الفريق حالا لمطار القاهره الدولي، يعني لقطات كانت منذ قليل تحديدا. هم دلوقتي زي ما فاروق بيقول لنا كده هم بيخرجوا من المطار خلاص وكل الاجراءات خلصت، لكن ده او دي لقطات من لحظات قليله جدا، وهبوط طائره النادي الاهلي الطائره الخاصه لمطار القاهره الدولي. اتفضل يا فاروق كمل. بالظبط يا امير، يعني انا من النقاط المهمه جدا اللي احنا قلنا عليها عدم المبالغه وعدم الافراط في الفرحه، تعليمات يعني تعليمات لعيبه النادي الاهلي بعدم الحديث، التركيز لسه في مباراه ثانيه ان شاء الله امام الوداد يوم الجمعه القادم برضه بنفس المستوى. برضه من بعض الكلام اللي احنا التقطناه من اللاعبين ان الحديث كان من الكابتن سيد عبد الحفيظ او الجهاز الفني او من الكابتن خطيب ان خلاص مباراه اللي اعتبروا ان المباراه الاولانيه انتهت بالتعادل، لسه عندنا مباراه ثانيه هنكمل فيها بنفس الاداء بنفس الرجوله بنفس الفوز، لان الهدف لينا يا امير الهدف البطوله مش الهدف مجرد ان صعود المباراه النهائيه. انا عايز اطمنك يا امير ان حاله الثقه او حاله الجديه، وزي ما انت قلت مفيش اجواء الاحتفالات. كويس. احنا دايما بنتعود ده مهم قوي نحتفل، ان احنا بنتعود. اصل يا فاروق معلش يعني عايز اقول حاجه، يا معلش يا فاروق النادي الاهلي نادي كبير، يعني هو مش حاجه غريبه ان هو يكسب بره ارضه او كلام من ده. كان بقالنا فتره ما بنكسبش بره ملعبنا، لكن مش جديد على النادي الاهلي، ده طبيعي ان انت تكسب. بتلعب فرقه كبيره زي الوداد ومش عارفين، من هنا جايه الفرحه المؤقته عند جمهور النادي الاهلي، لكن هو امر مش جديد في الحقيقه. لكن برضو لازم ناكد يا فاروق ان لسه
الاهلي ما حسمش اللقب او حتى كمان ما حسمش التاهل للمباراه النهائيه، وجمهور النادي الاهلي مدرك الجزئيه دي كويس جدا، وانت اكيد بتنقل لنا انطباعات ورياكشنات اللاعبين وهم خارجين من المطار، واضح جدا عليهم مدى الجديه ومدى التركيز، واكيد كمان صاحيين من النوم كانوا نايمين في الطياره طبعا بعد المجهود الكبير اللي هم عملوه في مباراه الذهاب. بالظبط يا امير، دي من النقاط المهمه جدا اللي احنا بنتكلم فيها، ان يعني مش جديد على نفس النادي الاهلي زي ما انت قلت انها تخش الملعب، ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، النادي الاهلي بقيمته بمكانته بنجومه بتاريخه، انا يعني انا بشوف على وجوه اللاعبين ان لا ده امر معتاد مش بالزبط. حاجه جديده فدي حاجه يعني خلي بالك يا امير انا اخد منها ثقه للمستقبل، ثقه للماتش اللي جاي، ثقه ان شاء الله للمباراه النهائيه، نطمن كل الجماهير. وبنقول وبناكد على حاجه مهمه جدا، لعيبه النادي الاهلي ما بتحتفلش الا بالبطوله، ما بنعيش اجواء الاحتفالات الا واحنا شايلين الكاس، وباذن الله باذن الله يا امير ان شاء الله فريق النادي الاهلي يتوج بالبطوله هذا العام بمشيئه الله باذن الله تعالى. قول لي برضو يا فاروق، هل في بعض الجماهير الاهلاويه اللي في كل الاحوال بتستقبل الفريق ايا كان انتصار او لا قدر الله اخفاق بيكونوا متواجدين في المطار، فانقل لي كده ازاي الناس بتستقبل بعثة النادي الأهلي في المطار أو حتى موظفي مطار القاهرة يعني. سامعني يا فاروق؟ مع لعيب النادي الأهلي موجود أيضا ممثلي ومسؤولي شركة إير كايرو اللي قلت لك أمير في استقبال الفريق. بعض الموظفين في مطار، في الجميع بيتوافد على لعيبة النادي الأهلي. دي لقطات يا جماعة حصرية على قناة النادي الأهلي دلوقتي في التغطية الخاصة في هذه اللحظات، ووصول لاعبي الفريق واستقبال طبعا إير كايرو الراعي أو الناقل الرسمي لقناة النادي الأهلي للبعثة في الحقيقة، وده أمر مميز واستقبال مميز كمان في الحقيقة. اتفضل يا فاروق. بالظبط يا امير، الجميع بيتوافد بالتقاط الصور التذكاريه، الجميع بيشيد بلعبه النادي الاهلي. النقطه مهمه جدا يا امير، الجميع اكثر ما بيشيد بالنتيجه او بالهدفين بيشيد بالروح، بالرجوله اللي كانت على لعبه النادي الاهلي. لعبه النادي الاهلي، المجهود البدني اللي تم بذله في اللقاء، يعني ايضا يعني قبل وصول الفريق كنا بنتكلم مع بعض المسؤولين في المطار، حالة من الثقة عند الجميع، كل أشد مستر بيتسو موسيماني، كل أشد نقطة مهمة جدا محمد الشناوي ما شاء الله عليه، وقالوا إن تفاصيل ركلة الجزاء يا أمير كانت نقطة تحول في اللقاء، وإنك تملك حارس مرمى زي محمد الشناوي هو ده الأساس الأول إن أنا طبعًا طبعًا, طبعا 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 الجميع أشد مستر بيتسو موسيماني، وقالوا مدرب كبير ومدرب عارف يحضر كويس. يعني كان لينا بعض الاحاديث مع بعض الافراد الموجودين، طبعا انت عارف يا امير بعد انتهاء مباراه ثاني يوم الصبح انت بتصحى بتلاقي الكل بيتكلم على اللقاء، خاصه لما يبقى لقاء للنادي الاهلي، الاحاديث في كل مكان، فريق في اي مكان، الاحاديث لا صوت يعلو فوق صوت اللقاء وفوز النادي الاهلي، لكن الجميع كان يعني بعضهم كان بيقول احنا كنا قادرين على ان احنا نحقق فوز تاريخي بالظبط جدا على فريق الوداد، وده مش تقليل من فريق الوداد، ولكن ده قيمه النادي الاهلي، قيمه الاهلي وتفوقه فنيا وتكتيكيا وبدنيا كمان في ارضيه الملعب. بالظبط يا امير، ودي النقاط المهمه جدا ان احنا يعني لمسناها وحسيناها، وايضا ان احنا لمسناها من اللاعبين، ودي النقاط كلها يا امير ان لو هتدل او هتاشر تدينا مؤشر تدينا مؤشر ان ده فريق البطوله بالظبط، الفريق اللي بيدور على اللقب. يعني في الوقت اللي انا بكلمك فيه دلوقتي يا امير، جميع بيتسابق لصفقات الصور التذكاريه مع ياسر ابراهيم، واحد من اللاعبين اللي عمل مباراه كبيره امبارح، ادى مباراه كبيره جدا. ايضا جونيور اجاييه اللي لعب مباراه كبيره، ودايما في المباريات الثقيله او القويه جونيور اجاييه بتلاقيه بتظهر بالظبط، برافو عليك، بيظهر يعني ايضا قفشه بقى واحد من نجوم اللقاء. يعني احنا عندنا كلام كتير كمان على قفشه في الحقيقه، يعني قفشه عامل مباراه كبيره امبارح، مش بس امبارح كمان مباراه بيراميدز، والراجل كان واجه بعض الهجوم بسبب ضربه الجزاء اللي ضيعها في مباراه بيراميدز، لكن في الحقيقه كمستوى القفشه على مدار اخر مباراتين وتحديدا كمان منذ وصول مستر موسيماني، المستوى في تصاعد مستمر، ولعيب مهم جدا للنادي الاهلي. من النقاط المهمة جدا يا أمير، يعني أنا بكلمك بقى داخل الصالة، الجميع بيتطابق داخل الصالة، سواء من مسؤولي شركة إير كايرو أو مسؤولي الأمن لالتقاط الصور التذكارية مع الكابتن محمود الخطيب. يعني بعض الجماهير شايفين، يعني أنا وأنا بكلمك يا أمير بيقولوا وإحنا ما بنشوفش الكابتن الخطيب كل يوم، الجميع بيجري يتطابق إن هو يتصور مع الكابتن الخطيب. هو الراجل بصراحة عنده كاريزما يا فاروق، عشان بقى نبقى صراحة مع بعض، يعني في ناس بتغير منه كتير جدا وإحنا عارفينهم، بس في كل الاحوال والله مش يعني انا ما بحبش اتكلم على الكابتن محمود الخطيب كتير عشان الكلام هيبقى مجروح، يعني او الشات تبقى مجروحه، لكن في كل الاحوال
شئنا ام ابينا. هو راجل عنده كاريزما، عنده نجوميه، وقليل قليل جدا جدا لما لعيب الكوره يبطل كوره ويحتفظ بنجوميته، موجوده في عناصر قليله جدا منهم الكابتن محمود الخطيب في الحقيقه يعني، فطبيعي الناس تتصور معاه يعني. بالظبط يا امير. يعني الكابتن الخطيب بيتمتع بكاريزما، بهاله حواليه كبيره جدا، تلاقي الجميع بيتسابق. الكابتن الخطيب ايضا من مستر بيتسو موسيماني بقى ليه نصيب الاسد في الوقت اللي انا بكلمك فيه، ايضا الجميع بيتسابق لالتقاط الصور مع مستر بيتسو موسيماني، وايضا ميشيل يانكون. يعني برضه انا عايز اقول لك كلمه في وقفه ميشيل يانكون والابتسامه اللي ما بتفارقش وجهه. يعني خلاص روحه حلوه الراجل قوي، روحه كويسه جدا، تحس ان هو واخد يعني دعوات كتير جدا، بقول لك انا خلاص انا واخد الجنسيه المصريه. الراجل خلاص حابب الاجواء المصريه، بقول انا يعني انا وانا يعني وسط الجماهير او وسط الناس بحس ان انا كريستيانو، ففرحان. لا هو الراجل فرق مع الشناوي قوي كمان يا يا يا, يا فاروق يعني. وبالمناسبه يعني الشناوي المستوى اللي وصله ده ناتج عن شغل كتير على مدار سنوات يعني. برضو نحيي الكابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى السابق للنادي الاهلي، اكيد كان ليه دور في المستوى اللي وصل ليه محمد الشناوي، لكن كمان الدور الاكثر والابرز حاليا وهو مدرب حراس المرمى الحالي للفرقه وهو ميشيل يانكون، فعامل مجهود كبير جدا مع الشناوي بصراحه، وباين في الملعب في مستوى اللاعب يعني. كان ليا حديث يا امير مع ميشيل يانكون بخصوص هذا الامر، اللي هو وضح نقطه مهمه جدا، قال لك الشناوي هو اللي لعيب محترف كويس، هو اللي عقليه لعيب عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه، هو اللعيب اللي عايز اللي هو يعني ممكن يكون انت عندك مدرب حراس كويس جدا لكن ما عندكش لعيب طموح او لعيب بامكانيات مميزه او حارس بيطور من نفسه وكلام من ده، فهي طبعا تحسب برضه للشناوي بكل تاكيد يعني. بالظبط لشخصيته. لكن النقطه المهمه جدا برضه امير، الروح اللي ما بين مدرب الحراس والحارس، لما المدرب الحراس يقول لك لا ده مش شغلي لوحدي ولا تعبي انا لوحدي، لا ده تعب الشناوي، هو اللي حارس كويس، هو اللي حارس عقليته عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه، وشخصيه قياديه في الملعب. انا مطمن ان انا وفرحان وفخور ان انا دربت محمد الشناوي، فكلها امور ان دلت يعني فبتدل على الروح اللي بتسود فرقه النادي الاهلي، سواء لاعبين سواء جهاز فني. ودي امير ان كانت هي عنوان البطوله، عنوان الانتصار، وعنوان النادي الاهلي على مدار تاريخه وبقاء وشموخ النادي الاهلي حتى الان. طيب انا لسه متواصل معاك يا فاروق، وقول لي دلوقتي خلاص الفرقه كلها خرجت من المطار ولا الامور عندك ايه؟ لا حتى الان يا امير لسه يعني بعض اللاعبين يعني استقلوا من حافله الفريق النادي الاهلي، اللي كانت في انتظار اللاعبين. يعني انا عايز اقول لك من النقاط المهمه جدا برضو ان مسؤولي كايرو استقبلوا عم نور طاقم حافله نادي طبعا أيضاً طبعا بالورود رغم ان هو ما كانش موجود مع الفريق في رحله المغرب، لكن استقبلوه ايضا بالورود في يعني مظهر جميل. واحد من الجنود الهامه في الحقيقه يعني، وبيقوم بدوره بشكل مميز طبعا عم نور. بالظبط يا امير.